كابتن خالد بيبو، هنتكلم عن مشوارك ونجاحات كبيرة ساهمت مع زملائك في تحقيقها في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لكن قبل ده لازم نسألك عن رأيك، وكنت معانا وشاركت معانا في فترات كبيرة من العمل المتميز والتغطيات اللي قدمت على مدار 10 سنوات، وإحنا بنحتفل النهاردة بالذكرى العاشرة لانطلاق قناة الأهلي، تقول عنها إيه؟ طبعاً قناة النادي الأهلي دي ده بيتنا، النادي الأهلي ده كله بيتنا، أي حاجة تحت اسم النادي الأهلي ده هتفضل كبير. يعني ده موضوع مفروغ منه. انا جات لي فتره طبعا اشتغلت في قناه النادي الاهلي وكنت مستمتع جدا بوجودي جوه المنظومه بتاع نفكرك بيها بسرعه طبعا. من تجربتك في قناه الاهلي بلاش في النبي وانا في اليابان. خالد بيبي مش بس لعيبه النادي الاهلي، لا كل لعيبه البورصه على اساس قناه النادي الاهلي في اليابان. تقول ايه عن الفترة دي، وهل كنت سعيد بتجربتك في الفترة دي؟ يعني اكيد كنت من العناصر اللي ساعدنا بانضمامها للقناة في فترة من الفترات، فاكر شغلك في القناة والفترة دي ازاي؟ ده فترة كانت بالنسبة لي مميزة جدا، وطبعا كنت مع النادي الاهلي في اليابان، وكانت لسه كنت لسه ببدا حياتي يعني في الناحية الاعلامية، وكانت بالنسبة لي فرصة كانت محترمة جدا. هي كانت صعبة طبعا بالنسبة لي لأن أنا ما كنتش اشتغلت الموضوع ده قبل كده، بس يعني الحمد لله طبعا القوة بتاعت النادي الأهلي ومساعدة زمايلي قدرت إن احنا يعني نعمل حاجة كويسة ونغطي تغطية كويسة قوي للأهلي في اليابان، وقربي طبعا من اللعيبة كنت بعرف أتكلم معاهم، فكان الموضوع بالنسبة لي مش موضوع حوار كان تلقائي بدرجة كبيرة، إنكم أصدقاء وكنتوا زملاء في الملعب طبعا بالله. ومش مش مش ممكن أنسى طبعا الفترة دي طبعا مستر مانو جوزيه طبعا طلع أتكلم عني كويس قوي في المؤتمر الصحفي، فبالنسبة لي التجربة كلها كانت مميزة، كانت حلوة جدا، وأول مرة يعني أبقى بعيد عن الملعب وقريب في نفس الوقت، يعني أنا مش قادر أنزل أتمرن بس شايف الملعب، بس جوه كواليس الكورة ومع اللعيبة وعايش الأجواء. أمتع حاجة في الحياة إن أنت تبقى موجود جوه الملعب، يعني دي متعة ما تبعدش عن الفريق. بص دي متعة، يعني أنا بقول اللي بيلعب دلوقتي ما تضيعش حياتك كلها في المهاترات بعيد إن أنت تبقى في موجود الملعب، كل حاجة تيجي، كل حاجة ركز في وجودك جوه الملعب، لأن دي أكبر متعة في تاريخ لعيب الكورة. اللحظة اللي رجليك هتخرج بره الملعب دي مش هتقدر تعوضها، يعني ممكن تعمل أي حاجة إلا اللي أنت تستمتع بكرة القدم، فدي كونك اللي أنت أنا آسف يعني تروح أوضة اللبس وتغير هدومك وتنزل واستقبال الجماهير وتجيب جون في الماتش والناس تبقى أنت حابب مقابلتك مع الناس والناس حابة مقابلتك معاهم وإحساسك إن أنت جوه الملعب وبتعمل أحسن حاجة في أنا دي كرة القدم أحسن حاجة في حياتي. طيب أنا هرجع لموضوع القناة بعد شوية لأنك نقلتنا لمشوارك.